لابوار يقدم حلو رمضان في الصيف وفزورة احصى واصحى. حاجة من الحاجات اللي جت في بالي، هما ليه بيسموه محور؟ يمكن عشان محور حياة ناس كتير. فانا نزلت وهعمل احصى عشان اشوف رأي الناس ايه، بس ده لو وصلت يعني. لو المحور انسان قدامك تحبي توصلي له رسالة تقولي له ايه؟ المحور اللي بسوق عليه؟ المحور قناة المحور؟ لا لا، طريق المحور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خلي بالك من نفسك. هتعوري قريب او حاجة ولا؟ خنقتنا. ابوس ايدك ابوس ايدك، افتح الطريق. بيفضي نفسك شوية. فضي نفسك بس كده. اقول له حرام عليك كفاية كده. اقول له اهدى يعني، مالك فيه؟ روق بقى. خف علينا شوية فعلا. كفاية بقى. تعرفي تسوقي في رمضان؟ أكيد. تعرفي تسوقي؟ اه. بس أنا تسوقي. نعم؟ أنا تسوقي. أنت تسوقي؟ بدي تسوقي. إيه؟ ده أنت بتستني أسئلة معلش. أه بعرف نفسي أنا تسوقي. أنا لينا. أه يا دوبر. أنا تسوقي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. بعد ما نزلنا وشوفنا رأي الناس هنعمل حاجة بقى ملهاش علاقة بالإحصاء خالص. اصحوا حلوا معنا في الزور.